ام زوينات ديالي، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البسطيله خطيره واعره بزاف. خليكم معايا ومع المقادير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وراكم تبارك عليكم العواشر تعيطوا ان شاء الله وتعاودوا. المهم هنا البنات غادي نشرح لكم استراتيجيه الحوت. بسم الله نبدا دايره الحامض ودايره ورق سيدنا موسى وزايده وزايده غنديهم وغادي نهيلهم. نعم مليحه ما دارتوش معاها وغادي نرمي سيبياتي. صافي كما تقريبا هنا واحد كيلو لاروب ديال سيبيا اولا كيلو ديال الفيت وهنايا فيت كيلو ديال الميمون كنت عندي في الكونجيلاتور واحد كيلو كروكيت هاو كنبقى في سمايع. هنا البنات نصف يدي هنا البنات عندي معدنوس هنا غادي تزيد عليه العصير ديال الحامض واحد جوج حامضات كما عارف المصطفى كتبغي الحامض غادي ندير مليحه ما كثرش لان كلشي مالح. غادي ندير هنا واحد الدويمه ديال السمك وحيده وهنا عندي واحد المعلقه عامره ديال عطريه ديال الحوت ديال البسطيله وعندي هنا واحد الحامضة مصيرة وحيدة مكنكونش عيطو هنا عندي التومة وغادي ندير الخرقوم عندي البزار وعندي التحميرة وعندي شوية ديال السكينجبير ديال الخرقوم السكينجبير عندي هنا الحار هادي البنات حارة بزاف غادي نديرها شوية واحد معلقة كبيرة عامرة وهنا صوص نيوكما زيت السمك حتى هي واحد المعلقة كبيرة صافي هادشي اللي كاين هنايا غادي نحطو هنايا ديرو الغشوار ديال الضو انا درت هاديك القطعة هي زوينة عندي هنا شامبينيون واحد العلبة عندي شادي ثانية شكرا لكم.
السلطه، ندير واحد الطاره ديال الزيت، صافي. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا، عندي داك الماء اللي سلقت فيه هاد السيبيا، غادي ندير فيها 5 المرصوات ديال الشعرية الصينية. انا ما بغيتش نكثر الشعرية الصينية باش يجي الحوت هكا باين، ما يجيش سميتو. المهم صراحة والله البنات انا باقا ما صايبتها، هادي غير جارتي سماهان هبطات قالت لي ربيت ندير بسطيله هكا في الكونجيلاتور. المهم قالت لي رانا نصيبوها ونفطروا منها، واللي بقى نديرو في الكونجيلاتور كل مره نجبد شويه. صافي داكشي علاش قلت لها ايوا اجي هنايا نصيبوها، منها نصور منها سميتو. والله البنات انا باقي ما تقدش لي الحوت وباقي ما صيبتهاش. ماش كيقولوا لها جزار ومعشي باللفتيه تاعتي انا. ايوا البنات الله يرزق الصحه والسلامه يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين. صافي البنات هذاك الكاسرونه اللي سلقت فيها السيبيا، درت فيها هاد الشعريه الصينيه حتى هي سلقتها باش يطلق داك ريحه الحوت والمذاق ديال الحوت فيها. وهنا البنات درت هاد الفطر الاسود تقريبا واحد 10 دراهم الله يجعل البركه، حتى هو تسلق في ديك الميه. صافي دابا غادي نعاود نغسلو ونقطعو. هنايا خديت واحد المقيله درت فيها واحد المورصو ديال الزبده. عرفتوا البنات اقسم بالله الى واحد البنه واحد اللذه جاوا في هاد البسيطات خطيرين. المهم كي قلت لكم غادي درت مورصو ديال الزبده، درت واحد المعلقه من هاد الشرموله اللي شاركت معاكم، وغادي نشحرها هكا مزيان مزيان البنات. هاد الكروفيت ما غاديش نشحرو بزاف، غير واحد شويه واحد ما كاينش 5 دقائق لانه مش غادي يكمل طيابو هكا في الفران. صافي انا درت واحد المورصو اخر في نفس المقله، وغادي ندير معلقه ديال الشرموله، وغادي ندير هذيك السيبيا اللي سلقتها وقطعتها رقيقه على هذا الشكل، حتى هي غادي نشحرها ونديرها حتى هي في شبيكه تسقطر. هذيك الميه اللي غادي تسقطر، هذيك العطريه والملعقه تسقطر من الكروفيت والسيبيا ما غاديش نرمي. ها نتوما غادي تشوفوا اش غادي ندير به. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عندي واحد العلبه ديال الشامبينيو، وعندي واحد 10 درهم ديال الشامبينيو اسود. ايوا صراحه كي قلت لكم هاد البسطيله كتجي واعره، غير هو اللي بغى يديرها البنات بيني وبينكم هادشي خصو ينوض بكري. انا البنات ماشي ينوض بكري يفيق زعما بكري، انا منت الكوزينه تاع ديك الربعه بحال هكاك. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنت بغيت ندير سميتو هنايا. صافي ساعه جاب لي سماهان شبيكه غادي ندير فيها هاد سميتو، غادي نسقطرو هاد السيبيا. مهم هاد السيبيا ولا الكراميل ولا الباسامال ما كيبغيش يطيب بزاف، 5 دقائق ديالو حتى 10 دقائق في السليق. هنا غير شحري باش يدخل فيه هكا العطريه. صافي هنا درت واحد المورصو اخر ديال الزبده، واحد المعلقه ديال الشرموله، وغادي ندير هذاك شوبينو نوار وشوبينيو المعلب، وغادي نشحرهم حتى هما ونديهم ونجيبهم هكا في هذه المقيله نشحرهم. صافي درتهم في الشبيكه ودرت مورصو ديال الزبده وهذيك الميه كامله اللي تصفات ليا من الحوت.
وغادي ندير شرموله، غادي نقص هنا واحد المعلقه نخليها للحوت، واللي بقى صافي غادي نديرو كامل كيف ما كتشوفوا كامل هنايا في هذه المقيله، ونخلي ديك الميه حتى تشرب. عاد فاش البنات غادي ندير على الشعريه الصينيه، وكيف ما كتشوفوا راه ما كاينش الشعريه الصينيه بزاف، كاين غير واحد شويه تقريبا كي قلت لكم 5 المرصوات، مرصوات غير صغار ديال الشعريه الصينيه. المهم انا في ديك الكاسرونه درت للدراري شويه ديال لي بات ايناس وفردوس ويحيى، ان شاء الله يحيى راه صايم هذا العام. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نخلي هذيك الشرموله حتى تشرب ليا يا البنات. عاد فاش غادي نزيد عليها هاد الشعريه الصينيه شتو البنات باش تشرب ليا ديك الشرموله وسميتو، تجيني البسطيله بنينه. الحوت باقى في الفران كيطيب، ومهم ساهله يا البنات وزوينه زوينه والله البنات، حتى زوينه عجبتني. نتسنى ان شاء الله يجيب لي الحوت ونصيبها، نصيب لكم نصيب معكم عمره ديال الكفته، نصيب معكم عمره ديال لادان. اي والله يرزقي الصحه والسلامه، والله يسمح لينا من الناس اللي ما عندهمش. صراحه البنات والله هذا رمضان ما بغيتش انني نصور، لانني كنحس بالناس اللي ما عندهمش، كحسيت ب الناس اللي باغيين غير شي حاجه وما لاقيناش، لان هذا العام كاين الغلا، كلشي غالي، الحوت غالي، الكفته غاليه، يعني علاش ما حطيتي يديك كاين العافيه. ف المهم ما هذا راه فطور ديال النهار الثاني، نهار الاول ما صورت حتى شي حاجه، لانني انا مجربه قلت شي، مجربه انني بعض المرات كنحتاج خبزه بدرهم كنت سميتو ما تلقاهاش. الحمد لله، لان ضروري ما كدوز علينا واحد المواقف. داكشي علاش انا قلت هذا العام ما غاديش نصور، ولكن راكم عارفين البنات انا محتاجه لهاد القناه حتى انايا، بغيت انا نترزق منها، راكم عارفين. المهم عارفين كل شيء، ما نحتاجش انني نقول لكم حتى شي حاجه، انا ماشي كنساها، ولكن الحمد لله انا عندي رزقي عائشه، والله لك الحمد عائشه. مهم بداكشي اللي كتب الله، كي قلت لكم انا حاسه بالناس اللي ما عندهمش، الله يسمح لينا منهم وصافي. المهم بالنسبه للبسطيله البنات، اقسم بالله ما ديالي هاد البسطيله ديال سماهان، وحتى انا غادي نصيب كنتسنى فيه غير تقدى لي الحوت كي قلت لكم، لان الحوت غالي، وكنت قلت لي تقدى لي الحوت قبل من رمضان ما تقداش ليا البنات. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نخلط هاد الشرموله، وغادي نجلس سماهان راه مشات تجيب الورقه ولقات زحام. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا هاد الحشوه جات زوينه، وجا الحوت غالب، يعني جا الحوت غالب. صافي هادشي اللي كاين. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا بديت كنعمر، المهم بقاو ليا غير واحد جوج ها همايا. صافي ما كندير لا دقيق لا بيض لا حتى شي حاجه، صافي كنجمعها هكا، كندير الحشوه وكنجمع الورقه، كندير ربع ديال الورقه، النص كنقسمو على جوج، ورقه كنقسمها على 4. صافي وكنجمع على هذا الشكل. صافي ساليت، دابا دزت كيف ما كتشوفوا، غادي نوجد واحد البلا ديال الحوت، واخا انني تعطلت وقرب الحال، بقات غير واحد السويعه ديال المكانه البنات بالزربه. المهم انا حكيت الثومه، درت القزبر ومعدنوس، غادي ندير واحد شويه واحد المعلقه ديال الصوص صوص طوماط، غادي ندير العطريه واحد شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الكمون والتحميره. المهم الشرموله ديال الحوت وشويه ديال الحار، هنا واحد العطريه ديال الحوت، هنا درت زويته بلديه، وغادي نخلط هادشي مزيان، وغادي ندوز باش نشرمل. غادي ندير غير جوج حوتات الله يجعل البركه، غادي نشرملهم على هاد الشكل. غادي ندير ميها، وغادي نقطع الكرافس، عرفتوا البنات بالزربه وجدت هاد البلا دغيا دغيا كان هنا. صافي قطعت الكرافس، قطعت خيزو على هاد الشكل. صافي قديت الحوت، واخا انني نسيت الملح حتى الاخر عاد زدته، غادي نفلح هكا وندير فليحات على هاد الشكل، وندير الزيتون، ندير فليفله، وندير الحامض. صافي ونغطي عليه بالورق سيفيغيزي، وغادي ندير عليه الالومنيوم، وغادي ندخلو للفران. صراحه كيجي واعر هاد البلا ديال الحوت. صافي هنا راني تفكرت الملحه، وحتى الاخر عاد فاش زدتها
وحلفت هاد ديال الحامض اللي بغات هي تحل ضامه بغات تحل، تحطيت السمانية اللي حلتها صافي. هادشي اللي كاين غادي نزيد في ليحة الجهة الاخرى ونرش مليحة صافي، وندير الحامض وندخلها للفران. هنا الحامض غادي نقسموها هكا، نقسمها على أربعة. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، الى الاعجاب ديالكم كي قلت لكم والله البنات الى على عينيا كنصور، ما كرهتش انني نشارك معكم الوصفات، نشارك معكم داكشي اللي كندير وما نبخل عليكم حتى شي حاجه، راكم عارفين نعطيكم اقتراحات، ولكن راني الله يسمح لينا من الناس اللي ما عندهمش، يا رب تسمح لينا منهم. حنا كنوجدوا وكنقادوا الطبله وكنحطوها، ولكن راه كاين واحد اخر بابا باغي غير قهيوه وخبز راه ما لاقيهش. كنقول لكم دائما الله يسمح لي منهم، انا حاسه بهم لانني دائما كنت اغلبيه الاوقات كنت كندوز من هذه المواقف، ولكن اللهم لك الحمد. الله يلطف والله يرزقنا من عنده يا ربي. ايوا وهادشي اللي كاين صافي. هنا كيف ما كتشوفوا عندي مطيشه، غادي نقطع هاد واور اللي غادي ندير هكا الهامبرغر. صراحه الهامبرغر وجدات و ديال سمهان، المهم هبطت الكفته هبطت الهامبرغر، غادي نفطروا مجموعين حتى هما ديال سمهان. قالت لي انا اللي غادي نفطر ندير الفطور اليوم. ايوا وغادي نقولها من هنا الله يخلف عليك، ما عرفش كاميرا مال كلشي كيبان بعيد فهمت والو. ايوا هادشي اللي كاين البنات صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا كنشحر ديك نشحر الكفيته، شحرتها ودرت عليها الفرماج ودرت هنا في هاد البانيني باش يذوب عليها. ودابا غادي ندوز وغادي نبدا نعمر في الهامبرغر ديالي. غادي مطيشه حتى هي شحرتها واحد شويه في المقيله، البصيله شحرتها شويه في المقيله صافي. ودابا غادي ندير في داك التسييم اللي تلقات الكفيته، درت هذاك الهامبرغر الخبيزات باش يسخنوا صافي. غادي ندير هاد الصوص انجينير واعره يا البنات، وغادي ندير عليها شويه ديال المايونيز غادي ندهنهم، وغادي ندير الخس نحط الكفيته وندير مطيشه صافي، وندير البصله ونسد صافي. صراحه كي قلت لكم كتجي خطيره هاد الهامبرغر زوينين البنات. المهم انا راه ما عنديش معاهم كيجوني ناشفين، ولكن فاش درت هاد الصوص وسميتو وشحرت الميطيشه والبصيله واحد شويه جاوني صراحه واعرين صافي. هادشي اللي كاين، انا غادي نكمل هادشي وهانتوما معايا ان شاء الله ما تمشيو فين، ونهاركم مبروك. وكي قلت لكم الله يسمح لي من الناس اللي ما عندهمش، وهادشي اللي كاين الغزاله ديالي. ما نبقاش هكا نبدرو بزاف، الا درنا اليوم حاجه غدا ما نديروهاش وغدا. المهم اليوم ما درتش حريره لان باقا عندي الحريره من البارح، كانت حتى البارح ما صوبتهاش، كانت صيفطاتها لي غير ماما، ما عجنتش باقي البطبوط من البارح صافي. عمرت غير هاد الهامبرغر هبطات وسماهان، كانت مقاده الكفيته وحاطه في كونجيلاتور، كانت مقاده الخبز وحاطه في كونجيلاتور صافي. عمرنا البسيطلات على اساس انهم غادي يديرهم في كونجيلاتور، حطات القياس اللي غادي نطيبو اليوم. ايوا درت انا البلا ديال الحوت، درت العصير، والمهم حطينا داكشي اللي كتب الله. اللهم ديما نعم يا ربي يحفظها من الزوال، والهلا يخطيكم الله يحفظكم ليا. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم. الله يسهل عليكم حتى نتوما، ولهلا يخطيكم. هنا راه البنات قرب الوقت ولا ما كاين غير جري ليا نجري ليك صافي. هنايا هاد الهامبرغ طابو، حتى البسيط طابو، البريف دات عمرو، سميها طحنت العصير. هنا غادي نزين هاد البسيطلات، غادي ندير شويه ديال الفرماج من الفوق، طريف ديال الحامض، واحد طريف ديال الربيع اولا واحد الوريقه ديال النعناع. ايوا هادشي اللي كاين البنات. كي قلت لكم شاركت معكم فطوري البسيط، داكشي اللي وجدت. ايوا وهادشي اللي كاين البنات. دابا ان شاء الله من يجيب لي الحوت ونبغي نصايب بسيطلات ليا، نشارك معكم طريقه اخرى باش تكون الاستفاده
صافي هاد البانيني غادي نطرفو نحيدو من هنا، غادي نطرف من هنا، غادي نحط البلاطو نقاد الكيسان. صافي هاد البراد عندي راه كانت خسرات لي الفم ديالو، تنخرج ان شاء الله نصيبوه هو واحد الكوكوط. هاد الكيسه راني كنت حطيتهم البارح، راه مغسولين كنت كنردهم للكارطونه. غادي ندير التمر، غادي ندير هكا واحد الطبيصله ديال التمر، طبيصله ديال السفوف، شويه ديال الشباكيه. اي والله ما ديما نعمه. المهم هاد السفوف البنات انا ما صايبتش السفوف هاد العام، والله ما صايبته، دوقاتني خالتي زهره ودوقاتني ماما، داكشي علاش انا ما صيبتوش مره. صافي هنا اتاي، المهم اتاي عمرجوش براد على اساس واحد مسوس واحد حلو، وانا بغيت نخلي زعما البراد الكبير هو المسوس. لقيت سماهان دايره فيه السكر وانا درت السكر في البراد الصغير. ايوا هادشي اللي كاين البنات. هنايا الكيكه بقات عندي من البارح، حتى هي غادي نحطها. صافي كي قلت لكم الحريره هي سخنتها، يحيى هو كيدور كيقاد معايا كيحط معايا الطبله، لان الاذان دوا. المهم الطبله باقا في الفران لانني هاد اليوم ما تمني تعطلت، حطيت الكيسان ديال العصير بيتزا بسطيله، هي جات واعره جات خطيره يا البنات. بريت تاع التمر صفوف. البلاصه سمحوا لي ما شاركتش معكم لانني حطيتها مع الطلب. السلام عليكم، خليت لكم الراحه.